يجري المنتخب الوطني لرياضة الكونكيدو معسكرا تحضيريا بالمركز الوطني الرياضي الأولمبي الباز بيستيف إلى غاية 25 من الشهر الجاري تحضيرا لبطولة أفريقيا والعالم للأندية شهر نوفمبر بالجزائر. منتخب الكونكيدو يسعى خلال البطولة الأفريقية في طبعتها الثالثة إلى الحفاظ على تاجه القاري الذي توج به في نسخة أبيجان سنة 2016، ويعول الجهاز الفني لمنتخب على تألق مصارعيه المقدر عددهم ب 21 مصارعا معنيين بالتحدي محليا وكذا دوليا من أجل منافسة أحسن مصارعي دول العشرة الأفريقية المشاركة من جهة، وكذا البلدان الأوروبية الستة المشاركة في النسخة السابعة من بطولة العالم للأندية. بالنسبة للتربص تاع الفريق الوطني هذا اللي رانا نقوموا به اللي بدا من 20 الى 25 سبتمبر، هو تحضيرا للبطولة الإفريقية اللي راح تكون ان شاء الله من 8 الى 11 نوفمبر 2018، هي راح تكون بالقاعة البيضاوية هنا بالجزائر العاصمة. البطولة الإفريقية للأمم لرياضة الكونكيدو في طبعتها الثالثة. احنا رانا قمنا ببرنامج التربص هذا، مازال كاين تربصين اثنين واحد اخرين، الاول الثاني راح يكون في شهر اكتوبر ان شاء الله. بالنسبه للتحضيرات راهي تجوز في كما نقولوا في على احسن ما يرام من كل النواحي، من ناحيه التدريب، من ناحيه التنظيم، خاصه في المركز او المدرسه الوطنيه للرياضات الاولمبيه هنا بالباز بيستيف، لاول مره ندخلوا فيها كرياضه الكونكيدو هنايا. لقينا الظروف جد رائعه من ناحيه المبيت، من ناحيه القاعه، من ناحيه كما نقولوا الاطعام، كلش جايز ما شاء الله. الاهداف تاعنا ان شاء الله نحافظوا على اللقب تاعنا، بما انه الرياضيين كامل حصلوا على القاب في القمه، وان شاء الله هذا العام تاني تكون تاعنا.